صل على محمد حبيبك الشافعي المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافعي المشفع. محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه واردع. يا ربي صل على النار رضاك الأرفع. يا ربي صل على رافق بنا خير خلقك اجمع. أخر ويتم نعمته عليك. السلام عليك زينا Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قوة وأمانة الأم تزور أباه الطالب حلالا سنتين و اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أفضل الصلاة وأزكى السلام واجعلنا وإياكم من أحبابه والمحبة لها علامات ولها دلالات ومن دلالات المحبة قوة التعلق وقوة الذكر للمحبوب ولما كان محبوبنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مجالسنا هو المذكور والمذكور في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى لأنك عندما تصلي على رسولك اللهم صل على محمد فأنت تسأل الله والله يصلي عليه ويصلي عليك أن تكون محبا له وهو محبوب الله على الحقيقة فأعطاك الله عز وجل هذا فقلت اللهم فصلى عليه ثم صلى عليك بكل صلاة أنت تتوجه إلى الله سائلا 10 صلوات هذا قال العلماء من أعظم ما جعل الله سبحانه وتعالى من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل صلى وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلى وسلم على جلت محاسنه عليه الأعينا فاستبقني لك شاعرا متسلجا البيان في
الحي.